الابتسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفنا الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. إذن نرحب بضيفنا الدكتور منصور. السلام عليكم دكتور منصور. عليكم السلام دكتور بسام، حياك الله وحيا جميع المستمعين. يا مرحبا دكتور. دكتور، مثل ما بنعرف طبعا تعريف الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية منذ سنوات عديدة غيرت حقيقة مفهومنا لتعريفنا للصحة، وحتى أنه تكون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن للأسف لا يراه إلا المرضى. تعريف الصحة دكتور في البداية، يعني طبعا يمكن في حلقات سابقة تكلمنا عن موضوع الصحة وجوانبها المختلفة، لكن اليوم يمكن أبغى أركز على نقطة مهمة جدا في تعريف الصحة في منظمة الصحة العالمية. في كلمة لفتت انتباهي، طبعا التعريف الشامل هي المستوى من الرفاهية الجسدية والنفسية والاجتماعية والخلو من المرض، يعني مش فقط أن الشخص يكون مش مريض لكن يتمتع برفاهية من ناحية الجسد، من ناحية العقل، ومن ناحية المجتمع. نعم. كلمة الرفاهية ترى وايد مهمة دكتور، يعني احنا ما نوصل لمرحلة الرفاهية الا بعد ما حاجاتنا الاساسية قد تم استيفائها. نعم. يعني انا اذا بصير مطعم راقي ما بصير الا اذا انا الحمد لله مقتدر. نعم. في حاجاتي وقادر اني اوفر حياة كريمة او حياة نوعا ما مستواها اعلى من المستوى القليل. نعم. فبالتالي أقدر أستمتع بهذه الوجبة أو بهذه الجلسة. من هالمنظور إذا قدرنا نحط الصحة في هذا القالب، معناته أنا يوم واحد يقول لك هل أنت صاحي، تقول لي الحمد لله أنا بصحة وعافية. نعم. معناته أن أنت لازم تكون في رفاهية، معناته ما يكون عندك أي آلام، ما يكون عندك أي إسقام، ما يكون عندك أي توتر، ما يكون عندك أي قلق، ما يكون عندك أي محاتاة، وهذه يمكن احدى مصادق السعاده. لو نعم. نربطها ايضا طبعا لازم نربطها يعني نعم لازم نربطها في السعاده، لان الصحه والسعاده هي وجهان لعمله واحده هي دوله الامارات العربيه المتحده. وطبعا نتمنى دائما التمتع بالصحه. بتمنى ايضا نضيف شغله اضافيه دكتور على هذا المفهوم للصحه، اللي هي لا تعني غياب المرض، وحتى حين حدوث المرض لأي سبب من الأسباب التمكن من المرض، بمعنى إدارة المرض حتى فعلا يكون المرض موجود في السجل على الأوراق، سواء على الأوراق أو حتى السجل الإلكتروني باعتباره يعني إلكترونيك، لكن أن يبقى فقط بمعنى ظاهر على الورق وليس ظاهر على الشخص. وهذا مفهوم عميق جدا. نعم. أن كيف ممكن إحنا نأهل المريض أو أي حد من اللي يستمعون لنا الآن ويعانون من بعيد الشر، إن شاء الله جميع المستمعين إن شاء الله نتمنى لهم الصحة والعافية. نعم. يعني أي حد إذا عنده مرض السكري أو مرض الضغط. نعم. أو أي نوع من الأمراض المزمنة اللي يحتاج لها علاج يومي أو زيارات دورية للطبيب، هذا الشخص أيضا نقدر نقول أنك أنت أيضا يا مستمع الكريم تقدر تتمتع بصحة، وهذا من منظور كيفية إدارة المرض. نعم. بشكل واعي وبشكل إيجابي مثل ما تفضلت. أعتقد هاي نقطة وايد مهمة دكتور ذكرتها. نعم. وهاي إحنا نغفل عنها، لأن المريض أول ما تقول له يقول لك هي أنا مريض وفيني كذا وفيني. نعم. كذا وفيني كذا، فيكون توجهها توجه سلبي باتجاه المرض، وننسى أن هذا المرض حصل بإرادة رب العالمين. نعم. بعين الله أن هذا الشيء حصل لي من حيث لا أعلم، هو في مصلحتي، لكن يمكن ظاهرا بيكون له تأثير سلبي على أعضاء الجسم، لكن يمكن هذا لي يعني عندنا احنا اليقين الحمد لله. نعم. في ديننا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب. نعم. الله لنا. نعم. فهذا أيضا يعطينا مدخل آخر للسعادة في التعامل الإيجابي مع المرض. نعم. وأيا كان المرض، يعني أيا كان المرض حتى لو كان أخطر الأمراض حقيقة، وأنا يعني قابلت كثير من المرضى سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى في بعض المؤتمرات في الدول الأجنبية، يعني وكانت مثلا إحدى المريضات تعاني من سرطان الثدي وتعمل في سبيل التوعية الصحية وفي سبيل أيضا يعني حسب ما ذكرت
إجبار أو إرغام أو بمعنى الحصول على موافقة من قبل الجهات المعنية لكي يغطى العلاج والتشخيص أيضا والوقاية والكشف الباكر من قبل شركات التأمين، وهي كانت سعيدة رغم أنها مصابة بالسرطان، طبعا بسرطان أقصد في مرحلة حتى متقدمة. فهذا العمل الذي تقوم به يعتبر يعني بالنسبة إلى مثل الجرعة الكيميائية اللي عم تأخذها أو مثل مشرط الجراح. عندي اتصال أعتقد. ألو، السلام عليكم. لكم السلام، الريح معك دكتور بسام. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. معك الدكتور منصور، تفضل. نعم طبعا. نسمع قصتك من شوي. كان معنا طبعا دكتور منصور الأخ العزيز، الريح أعتقد الاسم، الريح نور الدين. الريح، أهلا وسهلا بك. طبعا الأخ هو عمره 35 سنة، ويعني يمكن ما خلى حسب ما حكي من شوي أنه تقريبا طبيب ومختبر، عمل إجراءات يعني وين ما ذهب، طبيب لنفترض الباطنية، طبيب العظمية، طبيب القلبية، طبعاً كله يطلع سليم. وحبينا طبعا تجاوبه أنت دكتور وأيضا يتابع قصته حتى نعرف شو مشكلته الأخي العزيز. تفضل، نسمع منك مرة تانية أخي العزيز. اوكي دكتور، القصه زي ما انا طرحت عليك انه كل دكتور انا بمشي له بيقول لي ما في شيء. يعني اخر دكتور عمل لي ام ار اي على سين شوف الدماغ اذا كان فيه اي ورم او فيه اب نورمال ستراكشر او كده، فكله كان بيطلع تمام، يعني ما كان بيطلع شيء. فقال لي اللي انا بعرفه، قال لي اذا كان الانكزايتي او لو كنت انشف ممكن تحصل معك التوترات دي، مثلا اذا جاتك حكه في صدرك تقول خلاص قلبك، اذا جاك صداع تقول دماغك. ف ما في شيء انا اعطيك له، يعني انا حتى منوم ما اقدر اعطيك له، ولا بنادول ما اقدر اكتبه لك كميديسين انت تاخذه يعني. نعم. ف اللي انا بشتكي منه حاليا زي زغلله في العيون. نعم. يعني مره اشوف اوكي، مره ما اشوف اوكي. بقيت أنا بحكي حتى للعمال معاي في المكتب، للموظفين معاي، فبيضحكوا بيقولوا لي يا معلم أنت بتوهم نفسك وخاتي في بالك الحاجة دي. فأنا والله صراحة بصحى من النوم الصبح بكون منتظر يعني الدوشة إمتى حتجي، يعني الساعة 9 ولا 10 زي أمس ولا كده يعني. فبقيت في الحالة دي يعني، فليه في دوشة؟ يعني أنا بقيت بسأل نفسي ليه في دوشة؟ يعني طالما الفحوصات كلها تمام. نعم طيب. طبعاً يعني نتمنى الصحة والعافية لك أخوي رايح إن شاء الله بإذن الله تعالى، والله يبعد عنك كل سوء وكل شر. هذه أحدى من أكبر تحديات العصر الحالي اللي احنا نعيشه، ومع خلينا نقول السرعة الحياة العصرية، ضريبة متطلبات الحياة الضريبة. نعم. إن عندنا متطلبات واحتياجات عديدة، من سواء من بيئة العمل، سواء من المنزل، سواء من المجتمع، وبالمقابل احنا كبشر عندنا أدوات محدودة في القدرة في التعامل مع هالمعطيات الخارجية، وبعض الأشخاص عندهم قابلية أكثر عن غيرهم في عدم تحمل المعطيات الخارجية أو التحديات الخارجية، فيقعون في ريسة وفي فخ، سواء كان التوتر أو الاكتئاب أو القلق أو غيرها من هذه المجموعة من التحديات العقلية اللي هي تؤثر بشكل لحد الآن. بالرغم كل الدراسات العلمية اللي موجودة في عالم الطب، كل يوم نكتشف أن احنا ما قادرين نوصل للحل الناجع في عملية كيفية التعامل مع هاي التحديات النفسية والعقلية. لكن السر يكمن في نقطة مهمة وايد، بالذات بعد ما نتأكد مثل ما تفضل الأخ الفاضل المتصل وقال إن أنا سويت كل فحوصاتي وكلها طبيعية وكلها من ضمن الحدود المعقولة من الناحية العضوية. هني نقطة وايد مهمة، الشخص يقعد مع نفسه يبتدي يسأل نفسه شو المشكلة، وين الخلل، وعلى فكرة بيتفاجأ أن الحل هو موجود عنده قبل ما يكون موجود عند حد غير. هو بيكون عارف وين مصدر هذا التحدي اليومي اللي هو يالس عايشه. طبعا الحديث يطول في هذا الموضوع، يبالي يمكن لقاء او جلسات وغيرها، لان هي العمليه فيها عمليه تدريب نفسي وتدريب ذاتي، تصالح مع الذات والدخول في نفسيته، ولازم هو يبتدي يعرف ويشوف وين التحديات اللي موجوده عنده في حياته، بعد ما يتاكد طبعا انه عضويا ما عنده شيء. لان في وقت من الاحيان في دكتور نقول حق الشخص لا تحاتي ما بلاك شيء ما فيك شيء، ويصير يسوي فحوصات يقولون انتم
قلتوا لي ما فيك شيء، وصرت سويت فحص في الخارج طلع عندي انسداد في القلب او عندي كذا في الكليه او كذا في المعده، فيستوي فقدان في الثقه. لا، احنا اول شيء نتطمن من الناحيه العضويه، من ناحيه الاجهزه الاعضاء المختلفه، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي وغيره، ما في. او مثلا هو يقول تغلله في العين، اذا الجهاز البصري عنده سليم تماما وكل الفحوصات سليمه، هني ندخل في موضوع التوتر، لان التوتر ممكن يخلي اي عضو يتعامل يتصرف بطريقه غريبه وغير مرغوب فيها. نعم، طبعا أضيف على كلامك وأؤكد على كلامك دكتور منصور بأن يعني الصحة مثل ما ذكرنا وبداية الفقرة كتعريف للصحة هي أيضا نوع من التحقيق التوازن ما بين الناحية الجسدية والناحية النفسية. ومثل ما بنعرف كثير من الأمراض والاضطرابات الجسدية قد يكون سببها نفسي المنشأ. طبعا نفسي ليس بالضرورة أن يكون بمعنى مرض يعني من الأمراض الكبيرة جدا، لكن ربما يكون طبيعة العمل، طبيعة عمل هذا الشخص، ربما أيضا أشياء تتعلق بالعائلة، تتعلق بالأهداف التي يضعها الشخص بشكل يومي أو حتى بشكل شهري أو حتى بشكل سنوي ضمن حياته الخاصة، وهذه الأهداف بعض يتحقق البعض الآخر لا يتحقق. بمعنى هناك عوامل أخرى قد تؤدي لهذه الحالة، لكن أنا هون أعتقد بأن أيضا الأطباء اللي زارن هو زار حقيقة عدد كبير من الأطباء لم يقوموا بالخطوة الأولى اللي لازم يقوم فيها الطبيب، اللي هي القصة المرضية المفصلة. لو قاموا بالقصة المرضية المفصلة وأخذوا من الأخ المتصل المعلومات الكافية، ولم يكن ربما يحتاج لا لرنين ولا لأي تحليل آخر. ويعني أتمنى دائما بالنسبة للأطباء وأيضا بالنسبة للمرضى أن يعتمدوا على هذه القصة المرضية، لأنها هي مفتاح التشخيص وأيضا هي مفتاح العلاج دكتور. يعني هذا المثال المتصل الاتصال مثال عملي على التحديات اليومية اللي ياسين نعيشها. وأضيف على كلامك دكتور، وايدين من الموظفين بعض الأحيان يجون احنا في بيئات العمل المختلفة من حكم عملنا في مجال طب الأسرة. ودائما نقول لهم أو نلفت انتباههم لنقطة، في الإجازات راقبوا نفسكم وشوفوا هل تعانون بنفس الأمور اللي تحسون فيها أو اللي تشتكون منها بشكل يومي. في كثير من الأحيان يقول لك الموظف صح كلامك، أنا يوم في الإجازة أو في الويكند أو يوم أسافر أو أخذ إجازة سنوية معظم هذه الأعراض إذا مو كلها تختفي تماما وأعود إلى طبيعتي وأعود شخص سليم تماما وما فيني شيء، يوم أرجع أداوم مثلا أبتدي أحس بهذه الأمور. فهذه وايد نقطة مهمة، إن إذا التفت لها الموظف أو إذا التفت لها الشخص بتخليه تكون عند البوصلة واضحة وين مكان التحدي. لأن إحنا بطبيعتنا كأفراد كبشر يعني الإنسان يحب أن يبتعد عن المسؤولية، يبقى يكون عايش حياة مريحة وكذا. في يوم يأتي إلى المسؤولية وبالذات يوم تزيد المسؤوليات، وإذا كانت في مهام في العمل أو مهام وعملية الموازنة بين هذه المهام والمهام الأسرية، يبتدي هذا الفرد يطيش في فخ التوتر أو في فخ عدم القدرة العقلية أو المناعة العقلية أنا أحب أسميها، تكون نوعا ما عندهم مش بالدرجة المطلوبة في عملية الموازنة. وهذه هي من أكثر الأمور اللي بسببها نبتدي ندخل في التحديات الجسدية أو في الأعراض الجسدية، ونبتدي نزور الأطباء بشكل مستمر ونسوي كل الفحوصات وتكون دائما الفحوصات سليمة. نعم، أتمنى أيضا طبعا يكون الأخ المتصل قد رقم عند زميلة ميرا، أنا أيضا بتواصل مع بعض البرنامج حتى أيضا نقدم له المساعدة بشكل شخصي، وحتى أيضا يتخلص من هذه المشكلة اللي هي مانا موجودة كناحية جسدية. وهذا نقول بحمد الله، يعني لا يوجد مرض عضوي، لأنه عمل يعني تشخيص كامل للبحث عن يعني مبرر لهذه المشكلة التي يعاني منها، والحمد لله أنه ما في شيء عضوي والحالة يمكن إن شاء الله علاجها وأيضا يمكن تدبيرها بتغيير ربما بعض الأشياء الأساسية في حياتي. يمكن بذكر نقطة مهمة قبل ما ننهي دكتور. وايد من الأشخاص يوم يأتون بهالأعراض المختلفة يقول لك دكتور أنا قايم فيني دقات في قلبي أو فيني صداع خفيف أو فيني دوخة أو فيني ثقل في راسي أو ألم أعراض غير مرتبطة. فكقاعدة عامة احنا في عالم الطب يوم نخاف أن يكون سبب هذا الألم أو سبب هذا الخلل يا سبب عضلة القلب أو الجهاز الهضمي أو أي جزء من أجزاء الإنسان، دائما نقول حق المريض لاحظ هذا الأعراض، هل في تزايد خلال الأيام الجاية؟
معظم الأحيان تدش يقول لك، يقول لك لا أنا أحس اليوم بشيء أقوم ثاني يوم أحس بشيء آخر. نعم. فعملية وجود أعراض مختلفة في أيام مختلفة هذا نوعا ما بعض الأحيان يكون مؤشر إيجابي إن الجسد ما في شيء. لأن الجسد لو كان في، خلينا نقول كمثال، لو أنا كان عندي قرحة في المعدة بيكون عندي ألم في البطن، هذا الألم بيكون في تزايد من يوم إلى ثاني يوم إلى ثالث يوم، مع هذا الألم بتبتدي بيكون عندي إحساس بالحموضة، إحساس باللوعة، فبيكون الأعراض كلها متمركزة حوالين هذاك العضو. نعم طبعاً. لكن إذا أنا قمت اليوم فيني ألم في بطني، ثاني يوم عندي زغللة في عيوني، ثالث يوم عندي دقات في قلبي، هذه وجود الأعراض المتنوعة المختلفة المتضاربة هذا بعض في كثير من الأحيان يكون مؤشر إيجابي إن أنت جسدياً الحمد لله ما عندك شيء. نعم. وإن هني العقل يالس يوصل رسائل لجسمك إن أنا منهك أحتاج إلى راحة أو غيرها من الإشارة. نعم طبعاً ممكن من خلال تعديل بعض الأمور في حياة الشخص طبعاً أن يتخلص من هذه ما تشبه الوساوس المرضية يعني، وبالتالي يتخلص من هذه المشكلة دون الحاجة لأي دواء. وحقيقة حتى في من حوالي أسبوع أو أسبوعين كمان يعني واجهت أحد الأشخاص، لكن للأسف كل ما دخل عن طبيب يخرج بكيس من الأدوية، وأيضا يعني حتى دخل في أدوية لنفسية وغير ذلك وأدوية لها علاقة بالاكتئاب، وهو ليس بحاجة إلى كل هذه الأدوية، فقط كان بحاجة، هو شخص يعني متقاعد كان بحاجة فقط إلى أن يقوم بتغطية وقت الفراغ بأشياء إيجابية، منها مثلا ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى الأصدقاء أو حتى القيام بعمل معين، ليس بحاجة إلى أي دواء. وليس من مهمة الطبيب، أي مريض يدخل إلى غرفة الطبيب أن يخرج بوصفة طبية، ليس بالضرورة ذلك. أعتقد أفضل علاج ممكن نقدمه لجميع المرضى كأطباء، وهي مسؤولية علينا جميعا دكتور. نعم. الاستماع ثم الاستماع ثم لا. الاستماع إلى المريض. لا. في وايد من الأحيان المريض بس يبي يفضفض يتكلم يطلع لفخاط رأيه يبقى حد يسمع له، مثل ما تفضلت أنت وقلت القصة لا. المرضية شو اللي جالس يعاني، لأن الآن أصبح الكل باله مشغول. في كثير من الأحيان للأسف بعض الأطباء مش الكل يستمع للمريض ومخه يفكر شو بتغدى اليوم وشو بتعشى وين بسير وأي فيلم بشوفه وغيره 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 ولا بيركز ان هذا المريض شو جالس يعاني. كل مريض يعتبر عبارة عن انسان يأتي بمعاناة، حتى لو كان هذا المريض معاناته نفسية او غير جسدية يجب ان يحترم، يجب ان يستمع له، لان في النهاية نحن بشر نحتاج لبعض، والله سبحانه وتعالى يمكن أعطانا هذه المسؤولية الكبرى كأطباء تجاه المجتمع وتجاه الأفراد المختلفين في عملية إعطائهم مساحة من الاحترام ومن من الراحة على أساس أن ينطلقون في خباياهم وفيما يعانون الشخص. وإن شاء الله نتمنى للجميع الصح والعافية. هذا ما نتمناه، ونذكر دائما بأن مهنة الطب هي مهنة إنسانية نبيلة، وطبعا المريض حينما يختار الطبيب يختار الطبيب بأسس معينة ويثق بهذا الطبيب ويحترم هذا الطبيب، لذلك يجب أن تكون العلاقة متبادلة والاحترام متبادل، ومثل ما ذكرت الإصغاء والاستماع بشكل جيد والاهتمام بكل التفاصيل حتى لو يعني أطال بها المريض، فهذا طبعا من حقه طالما أنه لديه مشكلة يعاني منها، وطبعا مهمة الطبيب وتخفيف الألام، وهذا هو القسم الطبي اللي أقسموا جميع الأطباء. ونتمنى أن ننتبه وأن ننبه أيضا المرضى على بعض الأمور، لأنه فعلا يمكن بتعديل بسيط لحياتنا اليومية أن نستغني عن الكثير من الأدوية. كل الشكر للدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية في دبي. دكتور منصور شكرا جزيلا لك. مشكورين دكتور، وإن شاء الله دائما نكون في تواصل مستمر، ونتمنى صحة وسعادة وعافية لمستمعينا. شكرا.